العثور على كوكايين في أنف طائرة تابعة لأمريكان إيرلاينز. وأنكرت الطائرة الاتهامات وقالت: والله العظيم يا باشا دول شوية سحاب بس خبط. وبعد استجواب أكثر اعترفت الطائرة وقالت: أصلي لازم أشد عشان أعرف أطير. بعد الهجوم وإثارة حالة الجدل الواسعة، دار ليان للنشر يعتذر عن ديوان خمسة خصوصي. خمسة خصوصي. معانا لتعليق على الخبر مروان يونس. إيه ده مروان يونس بجد؟ 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 يا مروان إزيك؟ ازيك يا استاذ شيخ؟ عامل ايه؟ هو ده الكتاب؟ هو ده خمسه خصوصي. ها؟ طب ايه بقى، ايه رايك في الكتاب ده؟ احكي لي، انا ما اعرفش عنه حاجه. يا شادي ده مش كتاب يا شادي، ده دفتر بفره يا ابني والله العظيم. ده تاخده تولع فيه على طول هتبقى سجاره مهببه، عارف اللي هي بتبقى ريحتها معمل تحليل بول كده، حاجه يعني زفت. يعني في بيت شعر مثلا جوه الكتاب بيقول لك فيه ايه؟ هبه يا هبه مش عارف ايه الطيبه، وبموت في عينيك الملهبه. ملهبه ايه يا عم؟ هو انت يا ابني بتعجز ولاع سخان؟ والله العظيم حاجة غريبة جدا، ده نوع الكتب اللي لو اتحط على الرف بقية الكتب هتكتئب، هتقعد تعيط حروف صغيرة كده، هتقعد تنزل منها كده، هتقلب كراريز، والله حاجة غريبة جدا. بص يا شادي، بص بص قولي. ده الانتقال من شعر العامية لشعر المناخير اللي هي بتبقى شعرة كده واحدة منزلة بربور كده وتقعد باصص لها، عارف؟ تفضل باصص لها كده. عارفها عارفها. يا ساتر يا رب. طب وبعدين مسميه خمسه خصوصي؟ ما كان يسميه خمسه مواه ولا خمسه اي حاجه، خمسه ابتدائي مثلا او خمسه واجيلك عشان بجد كمل. المهم يعني الكتاب عباره عن شعر كاتبه للبنات اللي في حياته، يعني واحده بيلعب في خدها، واحده بيولع فيها، وواحده يعني بص انا احكي لك واحده منهم يعني. كنت مره معديه وكنت انا بنزل السبت للبقال، خبط السبت في كتافك، سحبت السبت وحضنته بانفعال، داب السبت في حضني، جرح السبت صدري. اه يا صدري، اه يا صدري. اه اه ايه يا عم ده يروح يحط جرنان يا ابني في صدره، ولا ياخد دواء كحه ولا اي حاجه؟ ده الراجل ساب البت وحب السبت اساسا. دي علاقة طبيعية دي يعني يا شادي؟ بص أنا أعرف عن علاقات غريبة كتير، يعني أصحابي بيمارسوا علاقات مع مخدة، كنبة. آه مثلا. بس سبت دي فتش غريب الصراحة. غريب جدا، غريبة جدا. ما سمعتهاش، أول مرة أسمعها، عنيف. بس هو الكاتب يعني عشان نبقى يعني فير برضه يعني هو بيقول إن الكتاب المفروض إن هو إيه، كتاب معمول عشان يضحكنا يعني. كوميدي. فاقرا حتة كده وشوف هنضحك بقى ولا هيحصل فيها إيه. ماشي، نشوف أول واحد مثلا. بيقول لك هاتي خدودك ألعب فيهم. ولا ده لسه وانتي العبي في موبايلك عادي، مهما حبيبتي هتغزيهم برضو هرخم، اصل رخمتي بقت محبه. ايه؟ طب استنى كده. لا هو خلص كده، هو خلص ماشي وسابك اساسا، قفل الصفحه في وشك. قفل الصفحه في وشي فعلا، حاجه مش ممكن والله العظيم. هو كده بس. انا بس عايز اعرف نوع الشخص اللي ممكن يضحك على الكتاب ده، لان هو بيقول لك بيضحك وكده، فده والله ده الشخص الواد الغتت اللي في خمسه ابتدائي ده اللي هو احسن مشاط خيار، عارفه؟ عارفه والله العظيم. بيقعد بقى ايه يضحك لجوه كده يعني على حاجة اي حاجه، يقول لك ايه شنطه عارفه، يقعد يطلعها وينزلها. ايوه ايوه. او مثلا الشخص اللي هو ايه بيقول النكته ويضحك عليها. انا اعرف حد بيقول النكته وهو بس اللي بيضحك عليها. تعرفت يعني. المشكله ان الراجل خلص كل اسامي البنات يا عم، والله العظيم انا خايف اسمي بنتي اي حاجه لا يعاقبها بالشعر بتاعه. انا بص انا لو سميت بنتي هسميها بس عشان ما يعرفش يسجع عليه ده بقى يرجع لها ازاي. كلمه رزله برضو ملهاش سجع، ودن مثلا. مثلا عشان بنتي اسمها ودن سجع بقى ملهاش رجعه دي خلاص. او بس هو عنده مثلا ايه، مثلا عنده ساره ما شفتش وياكي خساره. يا ابني انت خسرت اساسا من الكتاب خلاص، هو خسران من قبل ما يبتدي كان يروح يبيعه يا ابني والله العظيم. رنتك باسم حضرتك بتاع زمان ده، كنت تنزل الرنه يبعت لك حاجه باسمك. انا نزلت بتاعتي والله كانت جميله، يا خليجي كده ترقص عليها بالجنب كده. وينك عنا يا مروان، صوتك غايب من زمان. ايوه عارفهم. لا وبعدين الراجل بقى ايه صيح لنص بنات مصر، فكان المفروض يروح لدار نشر غسيل يا ابني والله، مش دار نشر، حاجه غريبه جدا. انا بس صعبان عليا الشجره اللي اتعمل منها الورق اللي اتطبق عليها الكتاب،
يعني مش شجره البلوط، دي شجره القلوط يا عم. والله العظيم حاجه غريبه جدا يعني، ده زمانها بتتحسر انها ما طلعتش مناديل تواليت. اي كلام يا شادي والله اي كلام. بص بص انا بص اوريك هي قد ايه سهله. انا سهله صح؟ شعر دلوقتي حالا هعمله. شادي يا شادي في الكوميديا انت قبطان سي، انت بتضحكني بس التاني. ايه يا مروان مروان بجد 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 كان هيقول كده بجد 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 بجد. كانت هذه اخر فقره في اهم الانباء، ما كان معكم خالد منصور وانا شادي الفونزو، كان معانا مروان يونس بجد.